القادة السياسية لهذا الصرح المؤسساتي ولهذه الثروة الوطنية البشرية التي كانت مهمشة في بلادنا لسنوات طويلة فئة الشباب. معرض في بهو هذه القاعة بمناسبة الاحتفال بستينية استرجاع السيادة الوطنية وذكرى 20 أوت. شهدنا اليوم بحمد الله افتتاح الجمعية الاستثنائية الأولى للمجلس الأعلى للشباب. هذا المجلس الذي كنتم شاهدتم معنا تنصيبه من طرف السيد رئيس الجمهورية. عملنا خلال شهرين متواصلين على مسارعة الخطى لإعداد كل الأمور الإدارية والهيكلية المتعلقة بالمجلس حتى وصلنا اليوم بعد إعداد المشروع ورقة النظام الداخلي التي سنعرضها بإذن الله تعالى على أعضاء المجلس، وسنعمل خلال يومين كاملين على مناقشتها وإثرائها وتعميقها حتى تكون الأرضية القانونية التي تضبط عمل هذا المجلس بإذن الله تعالى وقوته حتى يكون في مستوى تطلعات شبابنا.